احنا معانا على التليفون طبعًا. يعني المنتج الكبير والاهلاوي الكبير دكتور محمد العدل، صباح الفل على حضرتك ومليون مبروك. طبعا خير يا كريم، والف الف مبروك عليكم كلكم. صباح الخير يا نهوان. صباح الخير كابتن احمد. صباح الفل يا دكتور. اولا الف اولا اشكركم على اخي دخلة. ثانيا الاول اقول هارد لك لطلاع الجيش، عمل ماتش رائع وهايل ويستحق كل اشاده. بقول مبروك طبعا للنادي الاهلي من اول كابتن محمود الخطيب لغايه اصغر واحد موجود في النادي، وبقول ان الف مبروك ان اي اختار بيعمله النادي الاهلي مشترك فيه كل العاملين في النادي الاهلي من اول حارس باب بتاع الامن من بره لغايه اي حد. الف مبروك لكم جميعا، احنا سعداء جدا بما يحدث، وبقول ان برغم ان الرياضه اتعلمناها انها مكسب خساره، بس بقت معانا مكسب فيهاش حاجه، ان احنا نظل الموضوع بالنسبه لنا مكتب على طول. الف مبروك ليكم. سعيد جدا ونيمتونا، او يعني بقول للفريق الجهاز الفني والمجلس الاداره ان انتم نيمتونا طوال ال 10 15 يوم الاخير، الشهر الاخير بتنيمونا سعداء. مبروك، ويسعدنا تماما ان احنا نبقى بهذا الشكل. وبقول لجمهورنا بالراحه شويه على اللعيبه، اهدوا، لان في الاخر اللعيبه دي جابت بطولتين في اسبوع، يعني تم الضغط مش الجسدي، تم الضغط العصبي عليهم عالي جدا جدا جدا، فعلينا ان نحضر الجميع ويكفيكم الناس نفسها. احنا قول لا كنت عايز برضو قبل ما يعني ما نختم مع حضرتك المكالمه والتهاني الجميله دي، عايزين نعرف برضو مشاهدتك مش بس لمباراه الامس ويعني والانتصار بالامس. كابتن احمد كان بيتكلم معانا من شويه، مش عارف الى اي درجه حضرتك ممكن تتفق او تختلف معاه في وجهه النظر دي. هو بيقول من وجهه نظره الشخصيه انه شايف ان الفتره الاخيره النادي الاهلي نتيجه الضغوطات اللي حضرتك ذكرتها ونتيجه البطولات اللي ورا بعض والماتشات المهمه اللي ورا بعض، يمكن من وجهه نظر كابتن احمد انه فنيا مش في احسن حالاته، ولكن وهو مش في احسن حالاته برضه عنده القدره نتيجه شخصيه الاهلي وروح الفانيلا الحمراء عنده القدره على الانتصار. فحضرتك متفق الى اي درجه مع وجهه النظر دي؟ يعني هختلف معاك، هو احسن جزء المنظومه الكرويه انا راكب مش لكن اقدر اقول ان احنا عندنا النهارده فرقه في كل مكان في اثنين وثلاثه هايلين ورائعين وعظام، وبالتالي انا بعتقد ان احنا فرقه كويسه جدا. احنا ممكن طبعا نفسنا نبقى احسن، إن أرجو إن يبقى مستوعب تماما إن الفرقة دي بتلعب تحت ضغط عصبي وجسدي عالي جدا، وتحملهم للمسؤولية ما هوش طبيعي. أنت عارف يعني إيه تنزل وفي وراك 40 مليون مستنيين إنك تحقق لهم السعادة؟ لا يا كابتن أحمد، أنا مع احترامي الشديد رغم إن أنت أكثر تخصصا أنا مش بتاع كورة، لا أنا بشوف ان احنا عاملين فرقه هائله جدا، نبقى احسن من كده اوكي. لازم نحط في اعتبارنا ان الموسيماني معاهم ما كملش شهر، يعني لو هو في الوضع الطبيعي كان لسه هيبقى متعرف على اللعيبه دلوقتي. فده اللي هو عامله انجاز رائع وعظيم، لينا طبعا تحفظات ده اكيد، وهيبقى لنا تحفظات ده اكيد، لكن ليس في الامكان اعتقد ابدا من الامكان. الحمد لله، واللي كان ده ما كانش قليل الحقيقه وما كانش شويه، وان شاء الله احنا في انتظار المزيد، وباذن الرحمن بدل ما نبقى بنتكلم على الثلاثيه نبقى بنتكلم على الرباعيه والخماسيه. احنا بنهني حضرتك دكتور محمد العدل وبنشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا.